خلينا نحكيوا على النكران الجميل من انا زاويه يشوفها وليد قرفاله من زاويه الكوره بينثور، لكن كيفاش الحكايه؟ اسكندر استفزني برشا الحقيقه الاسبوع هذا، ما تعرض له اللاعب الدولي السابق والمدرب السابق للمنتخب الجزائري رابح ماجر خلال حضور اللقاء المنتخب الجزائري ومنتخب ثيوبا في دورة الشان في ملعب نيلسون مانديلا، صافرات الاستهجان في مشهد غريب من الجمهور الجزائري. أنا أتصور للجمهور الجزائري هذا اللي زافر على ماجر ربما ما يعرف ماجر مليح، ما يعرف ماجر سنة 82 والشيء اللي عامله مع المنتخب الجزائري في المونديال، ما يعرفش ماجر اللي أول عربي يسجل في لقاء دور نهائي كأس ربيع الأبطال الأوروبية وقت اللي مع نادي بورتو انتصر على نادي بيرن منشن هدفين مقابل هدف وتحصل على كأس ربيع الأبطال. ماجر راهو حاجة كبيرة برشا في كرة القدم، ماجر يجي الكرة القدم الإفريقية والعربية يمكن مرة في الخمسين سنة، معناتها ماجر حطوه كيما صلاح كي نحطوه كيما رياض محرز في الستاندينغ وفي الباليه هذاك، دونك اللي صار ماجر الحقيقة مش معقول ومش مقبول ومش مطلوب أنه من الجمهور يتصرف معاه بالطريقة هذه. ممتاز قد قد.